accumulation of glucose in blood. طب accumulation of glucose in blood leads to increase the level of glucose. طب ما هي دي نفس الحالة اللي بتبقى موجودة في الدايبيتس أو مرض السكر. يبقى إذا أثناء التغذية يمكن أن يرتبط increase أو level of glucose increase due to the deficiency of chromium. وفي نفس الوقت في أيضا دراسة بتتعمل بأن الزنك عنصر سهل جدا في أنه يؤدي نقصه إلى ظهور نوع من مرض السكر. ليه؟ لأن الزنك هام أيضا لعملية الأكتيفيشن أوف أنسولين. إحنا عندنا الأنسولين بيتفرد على ثلاث أشكال منها أكثر من حوالي 10% بيفرز كبرو أنسولين. برو أنسولين يعني إيه؟ أنسولين فولات، بمعنى إن هو الإنأكتيف فورم أوف أنسولين. محتاج إيه عشان يحصل له أكتيفيشن؟ محتاج الزنك، وبالتالي نقص الزنك يؤدي إلى إهمال الجلد ل 10% من الأنسولين اللي بيتفرز، وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة السكر، ومن هنا بيأتي ارتباط الجلوكوز بالزنك. بعد كده الحاجة الأخيرة اللي هنتكلم فيها هي المية، اللي هي العنصر الأخير لعناصر الوجبة الغذائية. الوتر العنصر الأخير من عناصر الوجبة الغذائية. إحنا لما نيجي نتكلم عن المية لابد إن إحنا نفصل ما بين كل شخص فينا عن احتياجاته في المية، بمعنى الباشمهندس حسام بيشتغل وهو قاعد في التكييف، هل هيفقد جسمه كمية من المية زي اللي بيطلع مونة على الاسئلة اللي عنده؟ لابد ان هيبقى فيه فرق. الفرق ده بنسميه ايه؟ بنسميه الووتر بالانس. ووتر بالانس يعني الاتزان المائي. الاتزان المائي يعني ايه؟ The relation between the water consumed and the water excreted، بمعنى الاتزان ما بين كمية الماء المتناولة وكمية الماء اللي بتخرج من الجسم. ده بيبقى بيعتمد على عدة أشياء. أول حاجة بيعتمد عليها الـ age، بمعنى إيه؟ إن الطفل الصغير ما بيحتاجش كمية مية زي الراجل الكبير، اللي بيشتغل في الجو الحار ما بيحتاجش مية زي اللي بيشتغل في المكيف، اللي بيشتغل شغلة بطيئة مش زي اللي بيشتغل شغلة شاقة وبتحتاج إلى مجهول. يبقى إذا الـ age هنا مهم. الجندر، إذا كانت السيدة أو الرجل مختلفة. الحاجة اللي بعد كده البودي سايز. بودي سايز معناها إيه؟ معناها إن إحنا عندنا أكثر من عشرات السايز للجسم، بمعنى إيه؟ بمعنى إن بنلاقي مثلا في واحد وزنه 80 كيلو، واحد وزنه 70، واحد وزنه 50، واحد 120 وهكذا. كل جسم ليه كمية معينة من المية بيحتاجها تبقى عند مساحة السطح بتاع الجسم. الموجود. الحاجة الأخيرة level of physical activity، مستوى النشاط بتاعه. هل هو بيؤدي نشاط بيبذل من خلاله مجهود، بيبذل من خلاله ATP بحيث إن هو يخرج على أو يخرج مية نتيجة لهذا المجهود، ولا المجهود بتاعه عالي؟ فإذا تفرق هنا في المية من ناحية الكمية ومن ناحية الحالة. طيب كمية المية اللي موجودة في الجسم بقت إن هي بتختلف من المبنى للذكر، فبنجد ان هي موجوده في حاله الذكر حوالي 62%، لكن في الانثى حوالي 51%. فاذا البالانس اوف ووتر بتبقى موجوده عباره عن 62% في الاضل ميل و 51% في الاضل فيميل. بالاضافه الى معلومه إن عملية الديفيشنسي أو قصد من 10 ل 15% من كمية المية اللي موجودة في الجسم ممكن تعرض الإنسان للهلاك والموت، ولازم يعتمد عليها الناس اللي هم بيصابوا في حالات الحروق. بتحدد درجة الحالة بكمية المية المفقودة أثناء هذه الإصابة. فإذا كان حد من الدرجة الأولى بنجد إن 5% من المية بس مفقود، من الدرجة الثانية 10%، من الدرجة الثالثة يبقى 15%، وهنا دخلت في مرحلة الخطر بإن ممكن يكون نتيجة لفقد هذه الكمية من المية داخل الجسم. ده اللي بقول عليه اللي هو الوتر بالانس بين تو،
فين؟ The amount of water consumed يعني كمية المية المستهلكة يعني اللي انت بتشربها كل يوم بالإضافة إلى the amount of water excreted إيه كمية المية اللي انت بتخرجها؟ بتخرجها مش معناها عن طريق البول، لا ده ممكن عن طريق العرق، ممكن عن طريق العرق نظرا للمجهود اللي انت بتبذله. الأهمية بتاعت المية كلنا نعرفها ولا نستطيع إغفالها، ولكن أهم وظيفة للماء إنها بتمثل الوسط اللي بتشتغل فيه جميع التفاعلات الكيميائية داخل الجسم. فبنقول both the space between cells اللي هي intercellular space and the space inside the cells اللي هي intracellular space are filled with water. احنا عندنا الخلايا كلها عايمة في داخل أهم المكونات فيه عبارة عن مية. يعني ما نفكرش إن النتيجة بتاعتنا دي قلنا إن هي 60% من مكوناتها مية، يبقى إذا الخلايا بتعوم في بحر من السائل اللي فيه الخلايا. أهم مكوناته عبارة عن المية. الحاجة الثانية water is the medium in which material are transported to and from the cell and tissue. طب المية دي موجودة ليه؟ عشان مجرد الموت ولا بتبقى الوسط اللي بيدفع فيه المواد الغذائية؟ احنا لو عرفنا ان لو جبنا 1 ملم من الجلد مثلا هنجد في المليمتر الواحد ده 20,000 شعيرة دموية. 20,000 شعيرة دموية. ال20,000 شعيرة دموية بينهم وبين الخلايا مسافات كبيرة، ما تقدرش كل شعيرة دموية تخش في كل خلية، لكن عندنا مسافة قد نستشعر ان هي صغيرة، لكن على وزن خلايا الجلد اللي 5 مليون بيبقوا في مليمتر لابد ان احنا نحس المسافة كبيرة. المسافة دي مين اللي بيشغلها؟ السائل المخلل. بيعمل ايه؟ بيوصل المواد الغذائية وبيوصل التموين لكل خلية من الخلايا، سواء عناصر غذائية او امينو اسيد او يود او ما الى ذلك، لكل خلية من الخلايا. Water is the solvent of our nutrients through digestion. احنا لما هناخد الدايجيشن ان شاء الله مع استاذنا الدكتور جمال في المحاضرة الجاية هنعرف ان كل عمليات الدايجيشن هي عبارة عن هيدرولي. بمعنى ايه؟ بمعنى لو جيت قلت لك مثلا ايه الدايجيشن اوف ستارش، الدايجيشن بتاع الستارش هو العملية العكسية لتكوينها. اما قلنا الاكيوميليشن اوف سيفرال جلوكوز يونت باي اليمينيشن اوف ووتر اند فورميشن اوف جلوكوزيتك بوند، نفس القصة ان هيدخل موليكول من المية ويحصل هيدروليز لكل هذه الوحدات من الجلوكوز والستارش ويكون لي في الاخر ايه؟ الجلوكوز. يبقى اذا المية هامة جدا في عملية الهضم.